اندل 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 والله ما فيكم جدعان بس اشهد لكم رجاله كلكم لما بتحضر اندل. كون ان احنا توينز دخلها جوانا روح التحدي شويه خلى في سنه غيره في النجاح التوينز. احنا من الاسماعيليه عندنا 20 سنه كان حلم حياتنا اعلام ويعني قررنا ندرس من هنا في اكتوبر. اهلنا ما عرضوش خالص فكره الاغتراب بالعكس كانوا مشجعينا جدا وكانوا مرحبين جدا يعني بالموضوع عارفين ان احنا حابين مجال الميديا جدا وعندنا شغف كبير نحقق نجاح كبير فيه والحقيقه اكبر حافز لينا في تحقيق اكبر حلم لينا هو والدي. اطرف المواقف اللي قابلتنا كنا في امتحانات الثانويه العامه وبعدين انا طلبت من المراقب ان انا اروح التواليت فنزلت عادي جدا ولقيت مشرف الدور او رئيس الدور في الدور اللي تحت فبقول انت رايحه فين؟ قلت له انا نازله التواليت قال لي طب بسرعه وما تنزليش تاني ولقيناه بعد 10 دقايق طلع لنا بيقول ايه ده ما شاء الله انت ده صح. مره كنت باخد من بابا المصروف فاخدته ودخلت وخرجت على اساس النجاة فاخدته برده فدخلت انا بقى عشان اخد مصروفي لقيته بيقول لي ايه بت انت تضحكي عليا ولا ايه تفكرين مش عارف انتوا فاكريني مش عارفكم انتوا مش بص اكبر استفاده كون ان انا توام كنا دايما بناخد سيل على اللبس مثلا كنا ناخد قطعه وعليها القطعه الثانيه هديه او قطعه وعليها مثلا القطعه الثانيه بتبقى بنص الثمن وبنضحك على الاقل الفلوس او في الكورس هي بتروح مره وانا بروح مره وبندفع على الكورس واحد. كون ان احنا توينز دخلها جوانا روح التحدي شويه خلى في سنه غيره في النجاح او روح المنافسه فده ممكن يكون اكبر سبب في كون احنا ناجحين دلوقتي. افتكر في ثالثه اعدادي كنت جايبه 363.5 وانت كنت جايبه 365.5 ثانويه عامه جبت 80% 81% وزادت عندي 5 درجات ما اعرفش جابتهم ازاي فتقدر تقول كده انتصرت عليا في الثانويه وفي الاعداديه. بص احنا في ثانيه جامعه بس اشتغلنا في الصحافه والتصوير والاعداد والتقديم. الفتره الجايه بنخطط نعمل برنامج فكرته جديده من تقديمنا احنا الاثنين هنسميه التوينز. بص هو هدفنا دلوقتي نحقق اكبر نجاح في مجالنا الحالي اللي هو الاعلام بعد كده نبتدي نحقق حلمنا الثاني ويمكن اغلب الناس ما تعرفش عنه اي حاجه وهو ان احنا هنقدم في اكاديميه الطيران. ولينا رقصه لينا رقصه انا وانت مفيش حاجه ناقصه مزيكا وفرحه كبيره خلص انا يا حبيبي كده خلصه.